ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اليوم الاجتماع 11 للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور سعادة وزير التربية والتعليم ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة وزيرة الصحة ومعالي محافظ العاصمة ومعالي رئيس الجمارك وسعادة المفتش العام وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية. وقد أشاد معالي الوزير بجهود أعضاء اللجنة في عملية التوعية والحد من مخاطر المخدرات، معربا عن شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات والتي تقوم بدور رئيسي في إطار الجهود الوطنية للتصدي لهذا الخطر. وقد اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على إيجاز يتعلق بنتائج زيارة المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي وأهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإنشاء مركز طبي مختص بعلاج حالات الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين. كما ناقش أعضاء اللجنة مؤشرات النجاح للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعدلات الإنجاز بالتعاون مع شركاء التنفيذ من خلال الإيجاز الذي قدمته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 79%، وبلغ عدد الإجراءات 283 إجراء، تم تنفيذ 225 منها وجاري تنفيذ 30 إجراء. كما تم استعراض التطلعات المستقبلية لفريق متابعة أهداف الخطة. وفي هذا السياق أشاد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة بنتائج الخطة، مؤكدا أهمية التركيز الإعلامي على ما تم تحقيقه من إنجازات تعكس مؤشرات النجاح، منوها إلى أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ضبط قضايا المخدرات. وفي نهاية الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود القيمة التي يقومون بها في إطار مواجهة خطر المخدرات والتنسيق بين كافة الجهود الوطنية في هذا السياق لتحقيق النتائج المرجوة.